بعد إضراب إعلامي في السنة الماضية، نفذ الصحفيون التونسيون اليوم إضرابا وصف بالناجح بعد معاناة مريرة مع المحاكمات وغض الحكومة الطرف عن قوانين تنظم المهنة. الإضراب من الصباح معناها ناجح برشا، والتزام كبير من زميلات وزملاء صحفيين والمنتجين والمقدمين البرامج والتقنيين في عديد وسائل الإعلام العامة والخاصة. الإضراب ورغم التأييد الواسع له من قبل الإعلاميين والصحفيين، إلا أنه شهد اختراقا من التلفزة الوطنية الثانية التي مررت أشغال المجلس الوطني التأسيسي، مخلفة استياء وتنديدا كبيرين لدى صناع الخبر في البلاد. تفاجأنا كما تفاجأ العديد بتمرير أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعيدا عن الاتفاق اللي تم. أولا هنالك اتفاق ما تمش احترامه، ثانيا هنالك مبدأ التضامن مع الزملاء ومبدأ الاشتراك، وهذه مهنة تهم الناس الكل، ومطالبنا ما كانش مطالب كما قلت اجتماعية أو فئوية، هي مطالب تهم الشعب كامل. لا يميل لا يسار الصحافة للأحرار، حرية التعبير خط أحمر، شعارات كثيرة في لمة صادقة ندد خلالها الصحفيون بمحاولات التدجين والترقيع. نحافظوا على المسار المهني متاعنا، لكن ما يلزم حتى حد يتحكم فينا او يملي علينا المضمون متاع العمل متاعنا. هي صرخة فزع وهو تحدي لكل سلطة ديكتاتورية ناشئة تريد تركيع الإعلام وتدجينه كما كان سابقا. جمعوا هنا هم نموذج وممثلين على التوانسة، فهمتني، كلهم عندهم كلمة واحدة، راهم ماهمش باش يساوموا على حرية الإعلام. أحزاب سياسية ديمقراطية ومنظمات دولية وعربية ساندت الصحفيين في محنتهم، مؤكدين على أن حرية الصحافة خط أحمر. وبالتالي جبهة الإنقاذ تؤكد تمسكنا بحرية الإعلام كدعائم من دعائم الديمقراطية في تونس. رغم التعزيزات الأمنية حول نقابة الصحفيين التونسيين، فقد تعمد بعض مناصرو الحكومة إلى مضايقة الصحفيون مرة أخرى في عقر دارهم. لم تكتمل فرحة هؤلاء الصحفيون، فبعض المؤسسات الإعلامية المقربة للحزب الحاكم رفضت مبدأ الإضراب، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير مهنة المتاعب في تونس.